السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم الحصة ديالنا غتكون خفيفة ظريفة. غنشوفوا مجموعين يعني طريقة ديال الاستغلال ديال بقايا الكيك، ف يعني كيفاش غادي نستعملوا البقايا ديال الكيك باش نحصلوا على واحد الحلوى اللي هي لذيذة وزوينة، يعني حتى في منظرها زوين اون بليس في مذاقها لذيذ. بلا ما نطول عليكم، نبقاو مع المقادير. اذا بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ليهم، غنحتاجو الكيك تشوكليت كيك او لا كيك شوكولاته، يعني من الاحسن تكون كيك كحله ما تكونش بالفانيلا. بالنسبه للكيك هذه كاين بعض المرات كنخدمو بالكيك وكتشيط لنا هكذا شي طريفات او لا كتبقى عندنا، يعني كتبقى عندنا واحد المده حتى كتيبس واحد شويه او لا. بون هنايا ممكن نستغلوها، يا اما طحنوها في الطحانه الكهربائيه او لا غير تفرتتوها هكذا بيديكم، يعني ماشي بالضروره الطحانه، تقدروا غير تفرتتوها هكذا بيديكم. صافي، اذا غنحتاجوا لواحد الكميه ديال الكيك بالشوكولاته، غنحتاجوا لواحد الكميه ديال الكوك، على حسب الكميه ديال الكيك غتستعمل الكوك، يعني غير شويه. غنحتاجوا الشوكولاته مبشوره، كيف كتلاحظوا انا بشرتها بداك المبشره. غنحتاجوا الرقائق اللوز او لا ليزامون دي فيلي. غنحتاجوا الكاكاو بودره. غنحتاجوا كذلك الحليب المركز المحلى، هذاك اللي امامكم انا ديجا حضرته، انا غنحط لكم الرابط امامكم في الفيديو. صراحه كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف، يعني ما تبقاوش تعاودوا تشريو الحليب الاخر، فكيجي في حاله يعني نفس المذاق، فنتمنى انكم تجربوه حتى هو. بالنسبه للطريقه، كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه الكيك ديالنا، كنضيفوا واحد شويه ديال الكوك على حسب القياس الكميه ديال الكيك ديالكم غتضيفوا لها الكوك، يعني غير واحد شويه غير باش يتنكه هذاك الكيك بالكوك او لا بالجوز الهند. غتضيفوا واحد الكميه ديال لي زامون دي فيلي او لا رقائق اللوز، وهذا الشيء كامل غادي تجمعوه بالحليب المركز المحلى. من بعد ما تجمعوه غتحاولوا تشكلوا واحد الكويرات صغيورين، يعني المهم متوسطين ما يكونوش صغار بزاف. هذوك الكويرات غنحاولوا من بعد ندوزوهم في الكوك، يعني شي وحدين غندوزوهم في الكوك، شي وحدين غندوزوهم في ديك الشوكولاته المبشوره، شي وحدين غندوزوهم في الكاكاو او لا في الكاوبيل. بالنسبه للشوكولاته المبشوره، الا شفتوها ما بغاتش يعني ما بغاتش تلصق لكم في الكيك، لانها كتكون نورمالمون كتكون نشفات، لان على ما كتجي تسالي هذوك الكويرات كتلقى الاولانيه نشفات، فغتاخذوا واحد شويه ديال الحليب المركز المحلى غدهنوا به يديكم واحد شويه ديك البلاصه فاش كتكوروا، غتعاودوا تكوروها مره اخرى غير باش يعني كتغلف من برا بالحليب المركز المحلى. فملي كتوضعوها في الشوكولاته المبشوره يعني في ساعه كتلصق فيها. اذا كيف كتلاحظوا هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، ونتمنى تنال اعجابكم، نتمنى نكون عطيتكم فكره يعني كيفاش نستعملوا شي كيك الى بقى عندنا او لا يبس او لا استعملناه في حوايج اخرين وبقاو لنا شي طروفه منه كيفاش غادي نستغلوهم. فنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. المهم ما تنساوش الا عجبتكم الطريقه ديالي ديروا جيم الفيديو، تخليوا لي شي كومونتير بيان سور، و اللي ما ابونيش معنا يتابونا باش يوصلوا كل جديد. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.